وإلى الشأن العربي والدولي، فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان قدم خطة عسكرية مطورة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، تشمل تصورات بإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي أمريكي للشرق الأوسط، ذلك إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرعت العمل على إنتاج أسلحة نووية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن شانهان قدم الخطة في اجتماع لكبار مساعدي ترامب الأمنيين يوم الخميس الماضي، وبينت نيويورك تايمز أنه من بين من حضروا الاجتماع مستشار ترامب للأمن القومي ومديرة وكالة المخابرات المركزية ومدير المخابرات الوطنية ورئيس هيئة الأركان المشتركة.